هبدأ في الموضوع بما يتعلق بالقضية الفلسطينية بالمشهد بمشهدين. مشهد الجماهير العربية المحتشدة في الميادين ضد الأنظمة العربية في الوقت الحالي، ومشهد الجماهير الفلسطينية المنتفضة في الانتفاضة الفلسطينية الأخيرة سنة 2000، لأنه دول لهم علاقة ببعض، لهم في ارتباط وثيق ما بين الانتفاضة الفلسطينية وما بين الثورات والانتفاضات العربية. الانتفاضة الفلسطينية سنة 2000 أعادت إلى المشهد السياسي العربي بشكل خاص والدولي بشكل عام صورة المقاومة الفلسطينية، صورة الشعب المقاوم في مواجهة الاحتلال الصهيوني، في حين أن كانت الصورة المسيطرة قبل الانتفاضة الفلسطينية مع نهاية الثمانينات والتسعينات هي صورة المفاوضة الفلسطينية، صورة الوفود الحكومية اللي بتتسول عملية السلام في البيت الأبيض والأمم المتحدة والجامعة العربية والمنظمات الدولية، صورة المقاتل والمقاوم الفلسطيني عادت مرة أخرى للمشهد مع الانتفاضة الفلسطينية، وبعودة الجماهير للساحة طرحت تساؤلات في كل المنطقة العربية، لأنها طرحت حركة في المنطقة العربية. بمجرد انطلاق الانتفاضة الفلسطينية سنة 2000 في الأراضي المحتلة كان متواكب معها ومتزامن معها حركة جماهيرية في كل المنطقة العربية وخصوصا مصر تحديدا، وكلنا أو يعني أغلبنا كان يمكن شارك في مظاهرات دعم الشعب الفلسطيني والانتفاضة الفلسطينية في سنة 2000. في هذا المشهد ظهرت تساؤلات كتيرة جدا داخل مصر، وكان بيتجاوب على التساؤلات دي بإجابات متنوعة ومختلفة. كان السؤال الأول حوالين طبيعة الصراع العربي الصهيوني. الصراع ده طبيعته إيه بالظبط؟ خلفيته إيه بالظبط؟ السؤال الثاني كان بيتكلم حوالين موقف الأنظمة العربية من الانتفاضة، موقف الشعوب العربية من الأنظمة العربية في علاقة هذه الأنظمة بالإدارة الأمريكية والإمبريالية العالمية والصهيونية، وكان في تساؤل تاني متعلق بحل هذا الصراع، كيف ما هي طريقة حل الصراع العربي والصهيوني. كل الأسئلة دي كان عليها إجابات، كانت إجابات مختلفة جدا ما بين القوى السياسية اللي موجودة على الساحة في مصر وفي فلسطين. الأنظمة العربية والسلطة الفلسطينية رفعت شعار السلام خيار استراتيجي في مواجهة الانتفاضة، ده كان شعار مبارك وملك الأردن وعرفات وكل الأنظمة العربية وبشار الأسد وكل الأنظمة العربية، إنه السلام بالنسبة لهم خيار استراتيجي في مواجهة العدوان أو في مواجهة الانتفاضة الفلسطينية، وحاولوا بكل الطرق لخلق الانتفاضة وتوقيف الانتفاضة الفلسطينية. الإسلاميين أو الإسلاميون في مصر وفي المنطقة العربية رفعوا يعني شعار المسلمين في مواجهة اليهود، وده اترجم في شعار أساسي كلنا كنا بنسمعه يتردد حوالين خيبر خيبر يهود جيش محمد سوف يعود أو بدأ يعود، ده كان الشعار الأساسي للإسلاميين في الوقت ده وعلى رأسهم طبعاً جماعة البنطلون. شعار المشتركين الثوريين كان من أول لحظة في الانتفاضة الفلسطينية، علشان نحرر القدس لازم نحرر مصر، أو الطريق لتحرير القدس يبدأ من القاهرة. ده كانت الإجابات المبسطة على بعض على الأسئلة المطروحة واللي كانت بتعبر عن رؤية كل طرف من دول في حل الصراع العربي السوري. أنظمة واخدة طريق استسلامي تحت شعار السلام خيار استراتيجي، إسلاميين متبنين الصراع باعتبار صراع ديني أزلي ما بين المسلمين واليهود، وهو صراع ديني حوالين
السيطرة على القدس والمقدسات الإسلامية في فلسطين، والاشتراكيين الثوريين كانوا متبنيين شعار الشعوب العربية المضطهدة ومن ضمنها الشعب العربي الفلسطيني في مواجهة الأنظمة العربية الرأسمالية المتحالفة مع الإمبريالية الأمريكية والعدو الصهيوني، وإنه شايفين إنه تحرير الأراضي الفلسطينية مش هيحصل إلا بثورات عربية يقودها العمال والفلاحين والمضطهدين إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة الإمبريالية والأنظمة والصهيونية. وعلى هذا الأساس يعني يبقى مدخلنا في الموضوع هو تفسيرنا للسؤال الأولاني، هو طبيعة الصراع. طبيعة الصراع العربي الصهيوني، هل هو صراع ديني أزلي زي ما هو مطروح من الإسلاميين، ولا هو حاجة تانية؟ وهنا بنتناول في أول نقطة مسألة المسألة اليهودية ونشأة الصهيونية العالمية. الإسلاميين شايفين إن ده صراع ديني، والصهيونية العالمية بتحشد قواها وبتحشد اليهود في على مختلف أنحاء العالم برضو على أساس ديني، ولكن في حقيقته هو أهدافه مختلفة، أو يعني ما هياش أهداف دينية، وهنوضح ده دلوقتي. تحت شعار أمة اليهود أو شعب الله المختار أو يعني كل الشعارات اللي اترفعتها الصهيونية العالمية، وكانت أعلنت إنه اليهود دول شعب متميز ومترابط أيا كان مكانه وعلى مر العصور، وإن هو أمة واحدة مضطهدة، وخلاصها الوحيد إن هي تعيش مع بعض وما ينفعش تتعايش مع أي شعوب تانية ولا مع أي أديان تانية. في الحقيقة الماركسية والكتاب الماركسيين وضحوا خطأ هذا الشعار أو تدليس هذا الشعار بالأحرى اللي كان رفعها الصهيونية العالمية في هذا الوقت. وكان من أكثر الناس اللي كتبت في الموضوع ده وكاتب ماركسي إبراهام ليون حوالين مسألة اليهودية ونشأة الصهيونية، ردا على الدعاية الصهيونية اللي كانت بتقول انه استمرارية الثقافة اليهودية والترابط الاجتماعي ما بين اليهود عبر العصور انه له اسباب دينية وخصوصية متعلقة وخصوصية عرقية متعلقة بالشعب اليهودي، وقال لقى انه دي من عدم الصلة باساس ديني، وانها بالاساس لها علاقة بالدور الاجتماعي والاقتصادي لليهود تاريخيا في اوروبا وفي العالم، خصوصا في عصر في الاقطاع وما قبل الاقطاع. ما قبل الاقطاع كانت الامبراطورية الرومانية سيدة العالم، وكان في حالة تضييق شديد جدا، كانت الأغلبية الساحقة من المواطنين في الامبراطورية الرومانية عبارة عن فلاحين زراع ونبلاء او يعني الملوك او الأباطرة اللي بيملكوا السلطة والثروة في الامبراطورية، واليهود في الشرق كانوا بيلعبوا دور التجاري مع اوروبا في نقل بضائع وتحف وكل الحاجات اللي ممكن تلقى رواج في الامبراطورية الرومانية على الناحية الثانية من البحر الابيض. وفي عصر الاقطاع اليهود كان لهم نفس الوظيفة بس مع توسع شوية، هما كانوا بيلعبوا دور وظيفي مهم جدا، هو وظيفة التجار في العصر الإقطاعي اللي كانت برضو الغالبية العظمى من المواطنين الأوروبيين فلاحين، والأرض مملوكة لكبار الإقطاعيين في الإمبراطوريات الإقطاعية في أوروبا. الدور التجاري ده لليهود كان بيعمل وظيفتين أساسيتين أو بيشتغل مع يعني فئتين أساسيتين. الفئة الأولانية هي الطبقات الحاكمة الأوروبية الإقطاعية اللي كانت داخلة في حروب مع بعضها، وكان كل ملك أو قيصر أو حاكم بيحتاج إلى تمويل للجيش علشان يدخل به حرب توسعية. كان اليهود والمرابين في الوقت ده
بيقدموا الدعم والتمويل اللازم للقياصرة والملوك علشان يمولوا العمليات الحربية. في نفس الوقت كانوا اليهود بيمولوا أو بيقرضوا الفلاحين الأوروبيين علشان يسددوا الضرائب للدولة. يعني كانت الدول القطاعية أو المرتبات القطاعية بتضغط بشدة على الفلاحين المعدمين بالأساس، وكمان عليهم أعباء ضريبية كبيرة كانوا بيحتاجوا يسددوها، فكانوا بيضطروا إن هم يقترضوا بعض الأموال من اليهود التجار لتسديد الضرائب دي للدولة، وكان في نفس الوقت الحكام بيستعينوا باليهود لتمويل العمليات الحربية في حروبهم مع الدول الأخرى أو الحروب التوسعية اللي كانوا بيدخلوها. من هنا اليهود كانوا جماعة متميزة عن الطبقات اللي موجودة في المجتمع. هم مش فلاحين زراع في الأرض معدمين، وما هماش ملوك ولا قياصرة بيحكموا في العالم، ولا هم يعني قطاعيين بيمتلكوا أراضي واسعة. هم تجار، وده زي ما أطلق عليهم ليون إن هم شعب وطبقة. يعني هم كأنهم كشعب بيمثلوا طبقة جديدة في المجتمع. وجود اليهود في الحالة دي خلاهم تحت ضغط الهبات الفلاحية والانتفاضات الفلاحية اللي حصلت في أوروبا نتيجة الاضطهاد الشديد في الوقت ده من قبل الإقطاعيين والطبقات الحاكمة، ان هم يبقوا عرضة للهجوم المباشر من الفلاحين، لانه كان الفلاح اللي بيعاني من الفقر والجوع والاستغلال في الاراضي الإقطاعية كمان كان عنده مشكلة مع القروض اللي بياخدها مع من اليهود. ده كان بيخليهم محل لهجمات الفلاحين. على الجانب الاخر الطبقات الحاكمة كانت بتضحي باليهود اولا للتخلص من ديونها اللي هي حكايتها من اليهود متعلقة بالقروض لتمويل الحرب، وتقديمهم كبش فدا للانتفاضات الفلاحية اللي كانت بتظهر من وقت للتاني في أوروبا. من هنا ظهر شعور بالاضطهاد الشديد سواء على المستوى الشعبي الفلاحي أو عن طريق السلطات أو الطبقات الحاكمة في الدول الأوروبية. مع التطور اللي حصل بالنظام الرأسمالي بدأت تظهر إلى جانب طبقة التجار اللي بتشكلها بالأساس من اليهود طبقة تجار أخرى إلى جانبها من المسيحيين. يعني في وبقى في منافسة بين التجار دول والتجار دول على مين اللي يبقى عنده نفوذ وسيطرة أوسع على السوق وعلى التجارة. وبدأت تظهر النزعة أو ما يسمى بمعادات السامية في أوروبا، وده كان على خلفية وأرضية المنافسة ما بين التجار اليهود والتجار المسيحيين في الوقت ده، إنه المسيحيين كانوا عايزين يزيحوا أو على الأقل ياخدوا مساحة أوسع من اليهود في التجارة والسيطرة على الأموال في أوروبا. مع التوسع الرأسمالي بدأت فئة التجار دي الميزات أو أهميتها في المجتمع تقل بسبب إنه الطبقات نفسها اختلفت. مبقاش عندنا نبلاء وإقطاعيين وفلاحين. المجتمع الرأسمالي أوجد طبقة عاملة وأوجد مؤسساته المالية في نفس الوقت، وأوجد رأسماليين تجار يقدروا يقوموا بعملية التجارة. من هنا بدأ الشعب الطبقة ده أو المجموعة المتميزة دي في المجتمع تنصهر داخل المجتمع الأوروبي، إن قطاع منها نزل للعمال والفلاحين بالأساس للعمال، قطاع كبير منهم انضم لصفوف الطبقة العاملة يعني كعمال في المصانع، وجزء منهم بقى برجوازي كبير رأسمالي أو برجوازي صغير في التقسيم الطبقي داخل المجتمع الأوروبي. ومن هنا يعني بدأت التقوقع أو التمدرس حوالين إنه شعب اليهود ده يتفتت مع النمو الرأسمالي. ده كان حاصل في أوروبا الغربية.
بالاساس في انجلترا وفرنسا والى حد ما في المانيا. ما كانش بنفس الدرجه في اوروبا الشرقيه لانها كانت متخلفه اقتصاديا والطبقات الحاكمه هناك بسبب ظروفها الاقتصاديه وتخلفها الاقتصادي كانت بتقوم بعمليات اضطهاد واسعه لليهود والتضحيه بهم في الانتفاضات الفلاحيه المختلفه، وما قدروش ان هم يتفتتوا او يعيشوا داخل المجتمع في اوروبا الشرقيه بسبب انه المجتمع في اوروبا الشرقيه ما كانش تطور نفس التطور الراسمالي اللي حصل في اوروبا الغربيه. فمن العوامل دي، من رحم المعادات الساميه والتمدد الاستعماري بتاع الدول والامبراطوريات الاوروبيه، بدات تظهر الفكره الصهيونيه بتاعه انه احنا عايزين نجمع اليهود حول العالم وننفصل عن كل الشعوب دي اللي بتضطهدنا من الشرق الى الغرب ونشكل دوله اليهود. وكان في الوقت ده بدات تظهر الافكار المتعلقه بالدوله القوميه، وفي نفس الوقت الافكار المتعلقه بالامبرياليه والحروب التوسعيه اللي كانت بدات في اوروبا بعد الثوره الصناعيه. ونتيجه الشعور الشديد بالاضطهاد من اليهود وفقدان الامل في ان هم يتعايشوا مع المجتمعات الاوروبيه خصوصا في اوروبا الغربيه، بدا التيار بتاع التيار القومي لليهود او الصهيونيه يلقى مجال للشغل والتأييد في وسط الشعب اليهودي او اليهود حوالين العالم. وكانت بتطرح بشكل اساسي انه اليهود من حقهم او هدفهم ان هم يعملوا تنظيم اجتماعي وسياسي منفصل عن بقيه التنظيمات الاوروبيه. احنا لنا دعوه بالطبقه العامله الاوروبيه في الغرب ولا لنا دعوه بالفلاحين في الشرق الاوروبي. احنا شعب مترابط متجانس بيربطه الدين، بيربطه القوميه اليهوديه، فاحنا ننظم نفسينا في تيار منفصل عن كل الاشكال السياسيه، منفصل عن كل الاشكال الاجتماعيه اللي موجوده في اوروبا، ونعمل يعني كيان يضمنا كيهود بعيد عن المجتمعات اللي بتضطهد. وده كان عبر عنه مؤسس صهيونية تيودور هيرتزل في المؤتمر الاول للصهيونية اللي انعقد في بازل في سويسرا في سنة 1897، اللي اخذ اتجاه لإقامة دولة اليهود في هذا الوقت، وقال انه معادات السامية دي شيء ازلي وصراع تاريخي ما بين اليهود وكل الشعوب حوالين العالم، وانه لا حل ولا امل الا باستقلال اليهود في وطن يضمهم بعيد عن كل شعوب الارض اللي بتضطهدهم. وهيرتزل كان بيقول انه مفيش امكانيه لانسجام اليهود سواء عمال او فلاحين او برجوازيه صغيره مع المجتمعات الاوروبيه اللي ممكن ينسجم مع المجتمعات الاوروبيه، هم الاغنياء فقط او يعني اللي ممكن يبقوا برجوازيه كبيره من اليهود او رجال اعمال يعني او يعني اصحاب ثروه ضخمه. خلينا نقول دول اللي ممكن ينخرطوا مع المجتمعات الاوروبيه، لكن بقيه شعب اليهود ده محتاج مكان لوحده كده بعيد عن الناس دي ويقعد فيه. وفي نفس الوقت كان هيرتزل والمنظمه الصهيونيه العالميه اللي انشات في هذا الوقت كانت بتحاول بشتى الطرق ان هي تفصل اليهود. وفي اللحظه وفي الوقت ده كان بدات لما يبقى في قطاع من اليهود كانوا عمال في المصانع ان هي تفصلهم عن الحركه الاشتراكيه الثوريه في اوروبا. وكانت بتشوف ان ده خطر على المشروع الصهيوني بشكل كبير، وبالفعل كان قطاع واسع من العمال اليهود اعضاء في احزاب اشتراكيه سواء ديمقراطيه او احزاب ثوريه في اوروبا، وبداوا يدخلوا في الصراع الطبقي مع الطبقه العامله الاوروبيه. وبالتالي كان ده بالنسبه لمؤسسه صهيونيه خطر على
المشروع الصهيوني اللي بيشوف ان تحرر اليهود هو بتجمعهم كعرق كديانة بعيدا عن المجتمع اللي هم بيعيشوا فيه وبعيدا عن الطبقات اللي ممكن يبقوا بينتموا ليها، وانه التحرر اليهود عن طريق الطبقة العاملة او الثورات الاشتراكية ده كلام غير مقبول بالنسبة للصهيونية العالمية. هرتزل قدم يعني بعد المؤتمر الصهيوني والصهيونية اتفقوا على إقامة وطن لليهود، واقترحت عدة أماكن كتيرة جدا، كان آخرها فلسطين، يعني كان موزمبيق وسيناء والعراق وليبيا والكونغو وكذا كذا مكان، كان آخر حاجة فكروا فيها هي فلسطين. وهرتزل حمل المشروع ده اللي هو مشروع إقامة وطن قومي أو وطن لليهود، ولف بيه على الدول الإمبريالية أو الدول الكبرى في هذا الوقت، واللي كانت تحديدا الإمبراطورية العثمانية، وعرض ده على الإمبراطورية العثمانية. راح بمشروعه ده لوزير داخلية القيصر الروسي اللي عمل مذابح ضد اليهود. يعني هي الفكرة ان هو مش بيعادي ان هو بينشئ حركه ضد الساميه، وبالتالي كان المفروض من باب اولى انه ما يروحش للامبرياليات او الدول الكبرى اللي هي بالاساس بتذبح اليهود. ده لف بمشروعه ده على كل الطبقات الحاكمه، كل الحكام اللي كانوا بينظموا مذابح ضد اليهود. راح لبريطانيا وراح لالمانيا، و بالتالي ده بيقول انه الاسطوره بتاعت انه اليهود الاحتلال الصهيوني لفلسطين كان من اجل القدس ده كلام فارغ، لانه بدايه الحركه الصهيونيه ما كانش هدفها خالص لا فلسطين ولا القدس. كان الاسماء المطروحه بعيده كل البعد عن اختيار تاريخي او ديني متعلق بفلسطين تحديدا، وكان الامر كله متوقف على مين من القوى الامبرياليه هيقبل ويساند ويدعم وينشئ هذا الكيان او هذا الوطن للحركه الصهيونيه العالميه باعتبارها يعني بتعبر عن اليهود. وفي هذا الاطار يعني كان هرتزل بيشوف انه الحركه الصهيونيه محتاجه لمشروع اقتصادي استعماري اشبه بالمشاريع اللي كانت تعملها بريطانيا زي شركة الهند الشرقية تمتلكها الوكالة الصهيونية او المنظمة الصهيونية علشان تقدر تدخل كشريك لاي من الامبراطوريات الرأسمالية العالمية وتساعدها في اقامة هذا الوطن. وفي البداية الحركة الصهيونية ما كانتش متفقة على مكان ولا على الدولة اللي هتساعد، يعني لا كانوا متفقين على بريطانيا ولا الامبراطورية العثمانية ولا على ألمانيا ولا على روسيا. كان كل جناح بيشوف انه لا هنروح لروسيا، لا هنروح لبريطانيا، لا هنروح موزمبيق، لا هنروح ليبيا. ده كان المطروح في وسط الحركة الصهيونية العالمية. الحرب العالمية الأولى حسمت الموقف، لأنه ألمانيا كانت حليف ل الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى، وفلسطين كانت جزء من الإمبراطورية العثمانية، ولاية من ولايات الإمبراطورية العثمانية. فكان التقدم بالمشروع لألمانيا اللي هي حليف للإمبراطورية العثمانية كان أمر صعب جدا، وألمانيا ممكن ما تقبلش هذا الأمر. كمان الانتصار اللي حققته بريطانيا في الحرب العالمية الأولى حسب الموضوع بأنه بريطانيا هي القطب او الطرف اللي يقدر يدعم ويساند هذا المشروع بتاع الاستيطاني بتاع الحركه الصهيونيه. وبريطانيا في التوقيت ده بدات تتلاقى مصالحها مع مصالح الحركه الصهيونيه، لانه رغم السيطره البريطانيه على منطقه الشرق الاوسط الا انه في الفتره دي تحديدا ومع وبعد الحرب كانت بادية تظهر ثورات وطنية
في مصر وفي الشام تحديدا. وخلينا نفتكر التواريخ، اتكلم عن ثورة 19 في 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 مصر، وكان في حركة وطنية قومية في في سوريا، وثورة العشرين في في العراق. فبدأ انه السيطرة البريطانية على المنطقة دي مهددة في اي وقت من الاوقات، وكمان بدأ ظهور البترول، وتحديدا كان في ايران في وقتها. فبدأت المنطقة دي بالنسبة لبريطانيا في غاية الأهمية، والتضحية بها أو التنازل عنها أمر غير ممكن. فتلاقت مصالح الإمبريالية البريطانية في وقتها مع الحركة الصهيونية، واتفقوا على مساعدة بريطانيا للحركة الصهيونية في إقامة وطن لليهود على أرض فلسطين. صدر وعد بولفور في وقتها. كمان كان في التوقيت ده تزامن معاه الثورة الروسية، الثورة الروسية في فبراير سنة 17، وتأثيرها على شعوب الأوروبية والطبقات العاملة الأوروبية، وانتقالها لألمانيا وبريطانيا نفسها. فبدأ إنه الحركة العمالية والثورات العمالية بتهدد كمان الطبقات الحاكمة الأوروبية. وكانت الصهيونية باعتبارها حركة رجعية في هذا الوقت طوق نجاة بالنسبة لبريطانيا. أولاً هي بتلعب دور أساسي في إخراج العمال اليهود اللي هم كانوا قطاع عريض سواء في الأحزاب الثورية أو في وسط الحركة العمالية، إخراجهم وبره الصراع الطبقي، وإدخالهم في موضوع الصراع الديني أو الصهيوني ده، واستخدام ده كدعاية جوه الطبقة العاملة لتفتيت العمال عشان ما يهددوش طبقات الحاكمة الأوروبية. فمع ثورات وطنية في منطقة عربية، والثورة الروسية اللي انتقلت شرارتها لأوروبا وتأثيرها على الطبقة العاملة الأوروبية، كانت الحركة الصهيونية بالنسبة لهم يعني نقطة لاستخدامها كحركة رجعية في مواجهة الحركة الطبقة العاملة الأوروبية، وفي نفس الوقت كحامي لمصالح بريطانيا في مصر وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل عام في مواجهة حركات التحرر الوطني. وعشان كده كان يمكن وعد بولفور جاء توقيته يعني عشية الثورة الروسية في 2 نوفمبر بالتوقيت الغربي، معرفش تبقى بالتوقيت الشرقي بتاع روسيا في وقتها يبقى كام اكتوبر، وفرق تقريبا 13 يوم. فكان يعني تقريبا الوعد جاي مع الثورة الروسية تحت. طيب بالنسبة ليه الحركة الصهيونية وعلاقتها بيه الجماهير الشعب اليهودي كانت عاملة ازاي؟ يعني التأييد اللي كان للحركة الصهيونية في وسط اليهود رغم كل القمع والاضطهاد اللي كان واقع عليهم كانت تأييد ضعيف جدا وضئيل جدا. وده يعني عبر عنه وايزمان، وده الراجل الثاني يعني في الحركة الصهيونية، انه وعد بولفور كان مبني على هوا. احنا بريطانيا وعدتنا بوطن، بس في الحقيقة يعني مفيش حد يعمل الوطن ده، فعلا يعني خدنا وعد كده ايه على الهوا يعني. وقال انه احنا نحس ان احنا مجموعه صغيره على جزيره، واليهود ضدنا، واليهود ضد الحركه الصهيونيه. وهنا الارقام مهمه في الموضوع ده. يعني مثلا في موضوع هجره اليهود من اوروبا اوروبا الشرقيه تحديدا بسبب الاضطهاد الواسع هناك، من 1880 لحد سنه 1929 كل الفتره دي هاجر من اوروبا الغربيه الشرقية حوالي 4 مليون يهود، منهم 120 ألف راحوا على فلسطين، و 3 مليون والأكثر الباقيين 3 مليون راحوا على أمريكا الشمالية، والباقيين راحوا دول تانية. فبنتكلم عن عدد يعني لا يقارن من اليهود اللي اختاروا فلسطين وطن أو اختاروا الصهيونية كمعبر عن الشعب اليهودي أو اليهود حول العالم. لكن الهجرة لفلسطين بدأت تزيد بعد
وعد بلفور ورغم كل الزيادات اللي حصلت في الهجرة لحد سنة 27 كان عدد اليهود اللي موجودين على أرض فلسطين 150 ألف يهودي وشكلوا 16% من تعداد السكان على الأراضي الفلسطينية. وده كان زاد وبدأ مع بداية ظهور النازية والفاشية في أوروبا الغربية تحديدا وزيادة معدلات الاضطهاد والقمع في مواجهة اليهود. وعشان كده كان موقف الاشتراكية الثورية من أول لحظة الوقوف ضد معاداة السامية ووقوف ضد الحركات والأحزاب اللي بتعادي السامية، لأنه الاشتراكية الثورية بتشوف إنه تحرير اليهود الأوروبيين من الاضطهاد هيكون بتحرير كل الطبقة العاملة الأوروبية من الطبقات الحاكمة الأوروبية اللي بتستخدم القضية اليهودية لتفتيت حركة الطبقة العاملة أولاً ولاستعمار واستيطان على الشعب العربي في فلسطين من الناحية الثانية والحفاظ على المستعمرات الأوروبية في المنطقة العربية إلى جانب اضطهاد الطبقة العاملة الأوروبية. وفي الإطار ده لما نبص على علاقة اليهود بالطبقات العاملة الأوروبية خصوصا مثلا ولو بصينا أوروبا الشرقية روسيا، اليهود العمال اليهود كانوا مؤسسين رابطة اسمها رابطة العمال اليهود اسمها البوند، بتدافع عن العمال اليهود في مواجهة الرأسمالية الروسية، وما كانوا جزء من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الروسي لكن كان لهم كيان خاص اسمه البوند او رابطة العمال اليهود. وده طبعا لان اليهود اكتر ما قمعوا في روسيا تحديدا وارتكبوا ضدهم مذابح كثيرة جدا. لما نبص نلاقي انه البوند بعد انتصار الانتفاضة في اكتوبر الثورة الروسية حلوا رابطة العمال اليهود واندمجوا تماما في وسط الحزب البلشوفي واقتنعوا تماما كل الاقتناع انه تحريرهم مش هيحصل ابدا كيهود الا بتحرر الطبقة العاملة من الطبقات الحاكمة. وكان لينين وتروتسكي من اللحظة الاولى مع تأسيس البوند كان ضد انه يبقى فيه تنظيم سياسي او نقابي مستقل للعمال اليهود في الثورة الروسية او في الحزب البلشوفي، كان طول الوقت الكلام حوالين انه يندمج التنظيم ده في وسط الحزب البلشوفي مع بقية العمال في السوفيتات. وعشان كده بنلاحظ انه كتير من القيادات اللي كانت على رأس الحركة الثورية في روسيا كانوا يهود، يعني تروتسكي وكامينيف وزينوفيف وسفردلوف كانوا يهود، كانوا قيادات للحركة الاشتراكية الثورية في روسيا، كانوا قيادات للحكومة السوفيتية اللي جت بعد انتصار ثورة اكتوبر. من هنا ان فكرة ان اليهود جميعا حول العالم شايفين ومقتنعين ومؤمنين ان هم لهم حق تاريخي في فلسطين وان هم حلهم وتحريرهم مش هيتم غير ان هم ياخدوا هذا المكان ويعتبروه وطن ويقيموا فيه ويبقى ده خلاصهم من الاضطهاد، ده كلام مش حقيقي سواء على اللي حصل في روسيا او الطبقة اللي كانوا جزء الطبقة العاملة الاوروبية او حتى اللي هاجروا تحت ضغط العنصرية والاضطهاد الى امريكا وكندا وبعض دول العالم وما عرفوش على فلسطين. وده بيضحط تماما فكرة ان الصراع ديني ازلي ما بين المسلمين واليهود وانه اليهود طمعانين في القدس وكل اليهود في حوالين العالم هم اعداء للمسلمين وكل اليهود في العالم الصراع ما بيننا صراع وجود بيننا وبين العالم كيان الصهيوني صراع وجود بس بيننا وبين اليهود مفيش صراع وجود، احنا مش عايزين نقتل كل اليهود حوالين العالم علشان نحل قضيه فلسطينيه ولا انه اليهود في كل اليهود حوالين العالم شايفين انه وجودهم في فلسطين وسيطرتهم على القدس وعلى حائط المبكى اللي هو حائط البراك يعني
ان ده هو السبيل الوحيد لتحريرهم من الاضطهاد. النقطة الثانية كنا بنتكلم فيها عن فلسطين بعد الهجرة الصهيونية في فلسطين قبل نكبة 48 كان التركيبة السكانية بتاعتها 80% منها فلاحين والأرض كانت موزعة لصالح أقلية من الأرستقراطية القطاعية يعني اللي بتمتلك الأرض يعني كان 250 أسرة بيمتلكوا أراضي قد بقية السكان 250 أسرة فقط بيمتلكوا أراضي تساوي كل الأراضي اللي بيملكها سكان فلسطين قبل النكبة والعائلات أو الأسر دي كانت بتلعب دور في الصراع السياسي في الدولة في المكان ده في فلسطين مع الانتداب البريطاني أو مع الاحتلال البريطاني والحقيقة إنه العائلات المالكة الفلسطينية اللي كانوا عائلتين أو ثلاثة كبار بيتنافسوا على السيطرة السياسية وتقديم الولاء والطاعة للاحتلال البريطاني للحصول على مكاسب أكبر عائلة الحسيني والنشاشبي وكان عائلة كمان خالدين أو حاجة كده مهم كانوا هم اللي مسيطرين على الثروة وعلى الأرض الموجودة في فلسطين وكانوا في حالة صراع دائم مين اللي ياخد الولاء أو ياخد الرضا المندوب السامي البريطاني في فلسطين ومن هنا كان في صراع ما بين هذه العائلات المالكة على مين يقدر يقدم أكتر تنازلات لمندوب السامي البريطاني عشان يحصل منه على امتيازات سياسية واقتصادية وبريطانيا استغلت هذا الوضع يعني انه انا عندي كبار العائلات المالكة اللي لها نفوذ في المنطقة دي بتتخانق مع بعض وانا كسلطة احتلال يهمني بشكل او باخر اني اقسم الناس دول واخليهم طول الوقت يتخانقوا مع بعض بدل ما يتخانقوا مع الاحتلال ومن هنا بريطانيا تقوم تزق في انه الحاج امين الحسيني يبقى هو مفتي القدس في حين ان هي ممكن تروح تدي لحد من عيلة تانية رئيس بلدية القدس فيبقى رئيس بلدية القدس من عيلة كبيرة بس مفتي القدس من عيلة كبيرة تانية ويبقى في صراع طول الوقت مين اللي هيقدر المندوب السامي البريطاني ياخده ايه مع المكتب ويظبطه فكان ده بيروح يقول له انا مستعد اقدم لك يعني كل حاجه وده بيروح يقدم له والاحتلال البريطاني قاعد مستفيد من الامور ده وكانوا بيلعبوا دور اساسي في وقف اي احتجاج ضد السلطه الاحتلال او بريطانيا وده كان حصل بالاساس في يعني في الثوره الفلسطينيه في سنه 36 لعبوا دور اساسي في خيانه جماهير الشعب الفلسطيني اللي انتفضت في ثوره عارمه ضد الوجود البريطاني في فلسطين وضد الهجرات الصهيونيه الى فلسطين. كانوا بيتدخلوا طول الوقت مع سلطه الاحتلال علشان يفاوضوا على انه يتعمل حكومه نيابيه تحت سيطره المندوب السامي البريطاني راحوا اتفاوضوا سنه 21 في بريطانيا بعد ما عدوا على مصر حوالين الحصول على الاستقلال ماشي عملوا مفاوضه ثانيه سنه 30 لغوا الاستقلال وكلموا حوالين انه محتاجين بس حكومه نيابيه خاضعه للاحتلال البريطاني في الثورة الفلسطينية سنة 36 الثورة دي ظهر فيها حاجتين في السياسة أولا ظهور منظم لمجموعات مسلحة فلسطينية غير المجموعات الصغيرة أو الانتفاضات العفوية اللي كانت مع بتحصل قدام الاحتلال الإنجليزي أو ضد الهجرات الصهيونية وكان بالأساس
الشيخ عز الدين القسام هو اول مؤسس لمجموعه مسلحه فلسطينيه عملت اكبر عمليات ضد الاحتلال البريطاني وضد المجموعات الصهيونيه المسلحه في فلسطين، وكان اسم المنظمه في وقتها اخوان القسام. دي اللي كانت عملت عمليات فدائيه في غايه الاهميه ضد الاحتلال البريطاني. الحاجه الثانيه تدخل طبعا العمله الفلسطينيه اللي كانت في الوقت ده مع هجره راس المال اليهودي الى فلسطين بعد المذابح النازيه، انه بقى في صناعه يهوديه، بس كانوا عمال فلسطينيين بيشتغلوا عند راس المال الصهيوني، وكان اضرابات العمال الفلسطينيين في الوقت ده كان لعب دور مهم جدا في الثوره الفلسطينيه. شكلت العائلات الكبيره اللي هي طول الوقت بتحافظ على مصالحها حاجه اسمها اللجنه العربيه العليا، وكانت بتعارض تماما العنف والارهاب يعني، وكانت بتطلب من الدول العربيه التدخل علشان توقف انتفاضه او ثوره سنه 36، يعني الاردن تحديدا ومن مصر انه يتدخلوا ومساعدتها في عمليات التفاوض مع الاحتلال الانجليزي وان هم يهدوا الانتفاضه في فلسطين. الانتفاضه استمرت 3 سنين رغم المؤامره العربيه والعائلات الفلسطينيه ضدها، الا انها قدرت تستمر لمده 3 سنين ودفعت تضحيات كبيره جدا، لانه كان الجيش الانجليزي بيقف مع العصابات الصهيونيه ومع المهاجرين اليهود في مواجهه الهجمات الفلسطينيه اللي كانت بتحصل في الوقت ده. احنا بس يمكن ماشيين على محطات رئيسيه في تاريخ القضيه الفلسطينيه، وهنا هدخل على الانتفاضه الثانيه او الانتفاضه الاولى بالاحرى، يعني انتفاضه 87. في يعني طبعا تشكلت طبعا حصلت النكبه واحتلت تم اعلان دوله اسرائيل على الاراضي المحتله، واتهزمت الانظمه العربيه هزيمه ساحقه، وكمان الرجعيه بتاعه العائلات بتاعه فلسطين الكبيره معظمها هاجر بامواله، لان دول كان معاهم عندهم فرصه يهاجروا ويعيشوا كويس، راحوا على دول الخليج او على دول عربيه بالاموال بتاعتهم، وسابوا فقراء الشعب الفلسطيني في مواجهه عصابات الهجانه وفي مواجهه التهجير القسري من القرى سواء الى الدول العربيه المجاوره او الى الضفه والضفة والقطاع. انا اللي ممكن اشير ليه في موضوع انتفاضه 87 هو متعلق اساسا بندخل منه بعد كده على الموقف الحالي، يعني انه الجماهير الفلسطينيه قامت بانتفاضه ضخمه جدا ضد اسرائيل سنه 87، وكان الطبقه العامله العمال الفلسطينيين بيشتغلوا في مصانع الاسرائيليه امتنعوا عن الذهاب للمصانع دي، وكانت المصانع الاسرائيليه بتعتمد عليهم لحد كبير جدا في الشغل، والمحلات التجاريه ووسائل النقل والمواصلات وغيرها من القطاعات اللي في فلسطين دخلت في اضرابات عن العمل، وبدات يبقى في مواجهات عنيفه جدا مع الصهاينه اللي موجودين في كل الضفه الغربيه وفي قطاع غزه، و تم يعني احياء لدور المواطن الفلسطيني والمقاوم الفلسطيني في مواجهه الاحتلال. انتفاضه 87 حصل فيها حاجتين، اولا بروز الحركات المقاومه الاسلاميه خصوصا حماس كانت لعبت دور في الانتفاضه، وخفوت نجم قوى اليسار او فتح تحديدا بعد الاخطاء التاريخيه والكنسيه في الحقيقه اللي ارتكبتها بعد يعني فتره الخمسينات والستينات، تحديدا في فتره الستينات بعد هزيمه 67. يعني اولا فتحي ما كانت في الاول منظمه صغيره، حركه صغيره وموجوده في الاردن، اتاسست في اوقات
في الستينات يعني في منتصف الستينات، واكتسبت شعبيتها في معركه تسمى معركه الكرامه بعد هزيمه الانظمه العربيه في 67 في الاردن. 300 مقاوم فلسطيني كان بينتموا اغلبهم لحركه فتح، قدروا ان هم يصدوا هجوم اسرائيلي واسع جدا، 15,000 جندي او اكتر كانوا بيحاولوا ان هم يدخلوا الاردن وتصدوا ليهم، وكان اول انتصار عربي بعد الهزيمتين، هزيمه النكبه وهزيمه 67 الواسعه يعني. فبدا يظهر للشعب الفلسطيني في الداخل وفي المخيمات انه في بديل لمقاوم شعبي بدل الاعتماد على ناصر في مصر او على حزب البعث في العراق وفي سوريا، وانه الشعب الفلسطيني يقدر يقاوم فعلا، والاعتماد على الانظمه العربيه اللي اتهزمت في 6 ساعات دي واتكسرت كلها واحتلت ارضها ما بقاش هو الخيار، وان الخيار دلوقتي ان الشعب الفلسطيني يدافع عن ارضه سواء في الضفه او في المخيم. لكن كانت في الازمه الحقيقيه بتاعت فتح ومنظمه التحرير اللي هي رفعت شعار عدم التدخل، عدم التدخل في الشؤون الداخليه للانظمه العربيه او الحكومات العربيه. في الوقت ده، في الوقت اللي كانت فتح يعني بتخوض مع الفصائل الاخرى المعاملات المقاومه في من الاردن ضد الاحتلال، كان تقريبا يعني عدد سكان الاردن 70% منهم فلسطينيين داعمين للمقاومه ومؤيدين لمنظمه التحرير ومؤيدين لحركه فتح. وكانت جبهه شعبيه وجبهه ديمقراطيه في الوقت ده بيتبنوا فكره عدم التدخل، بيحرضوا عليها انه نضال الشعب الفلسطيني مع الشعب الاردني مع الشعوب العربيه هو السبيل لتحرير فلسطين. كانت فتح وعرفات تحديدا يقول لا، احنا مالناش دعوه بالراجل بتاع الاردن، واحنا مالناش دعوه بالملك، واحنا مشكلتنا مع الصهيونيه. ده ادى فعلا انه الملك حسين طبعا انه في الوقت ده فتح والمقاومه الفلسطينيه اللي كانت واخده تأييد شعبي عربي رهيب لانه الانظمه اتهزمت في الحرب، استيلائهم على السلطه في الاردن وجعل الاردن هي ظهير شعبي مقاوم للضفه الغربيه كان في غايه الاهميه بالنسبه لمشروع المقاومه. لكن عرفات صمم انه لا، احنا مش هنتدخل فيه، وان في خلاص متكامل انه معركتنا مع الصهيونيه معركتنا مش مع الانظمه العربيه الرجعيه والعميله ومصلحتها مع الصهيونيه، احنا هنخلينا مع اسرائيل. اتنظم يعني في اسرائيل، فملك الاردن الملك حسين نظم مذبحه وصف التل ضد المقاومه الفلسطينيه بالجيش الاردني، وطردت المقاومه من الاردن وراحت على لبنان تحديدا في الجنوب اللبناني. وبرضو عرفات تبنى في لبنان سياسه عدم التدخل، وان كانت منظمه التحرير بتدعم بعض الفصائل اليساريه في مواجهه جيش الكتايب اللي كان بدا ساعتها ينظم عمليات ضد المقاومه. فدي كانت رؤيه انه الصراع مع الصهيونيه منفصل عن صراع الانظمه العربيه مع الحكومات، ومنفصل عن انه في علاقات ما بين الانظمه دي وما بين الاداره الامريكيه وما بين الصهيونيه. ده خطا تاريخي دفع ثمنه المقاومه الفلسطينيه كتير. عاد عرفات مره اخرى مع انتفاضه 87 من تونس علشان يبني ثمار الانتفاضه الفلسطينيه. يعني الانتفاضه الفلسطينيه في 87 كان لها تاثير قوي جدا على المنطقه العربيه. وهنا لما بنتكلم بنقول بقى انه ده علاقته باللي بيحصل دلوقتي. بمجرد انطلاق الانتفاضه الفلسطينيه في 87 حصلت موجه من الانتفاضات العربيه في كل تقريبا البلدان العربيه، كان اكتر 3 بلاد فيهم انتفاضات كانت مصر والاردن والجزائر. الجزائر والاردن طبعا صدروا المشهد، لان الجزائر كان فيها انتفاضه عماليه واجتماعيه قويه جدا سنه 88 تم قمعها بالدبابات بتاعت الجيش الجزائري، في حين ان عرفات راح اتصور مع الرئيس الجزائري بالجديد ماشي، واستضافه في مكان من منظمه التحرير، وقدمه باعتباره صديق الانتفاضه. صديق الانتفاضه اللي داس بالدبابات على الشعب الجزائري اللي بدا انتفاضته اصلا
تضامنا مع الانتفاضه الفلسطينيه، وبعد كده انطلقت في تبني شعارات اجتماعيه وضد التقشف و نفس الحقيقه كانت في الاردن في 89، ومظاهرات في القاهره وفي الخرطوم وفي لبنان وفي العراق وفي سوريا، في كل البلدان العربيه كان في مظاهرات ضخمه جدا دعما للانتفاضه الفلسطينيه وضد الحكومات العربيه وضد سياسات الحكومات العربيه. ف عرفات خد كل الانظمه العربيه، تصور معاهم وقدمهم لشعوبهم ان هم اصدقاء لنظام تحرير، اصدقاء للانتفاضه. في الحقيقه كان بينقذ الحكام العرب من انتفاضات جماهيريه هي الوحيده اللي قادره تساعد الانتفاضه بانتصارها، تقدر تساعد المقاومه. لكن كان عرفات مع الانظمه، ده كارثه انه حركه المقاومه تبقى مبنيه على دعم نظام عربي مش على دعم شعب العرب. ولعب دور مهم كمان في انه يضغط على الجبهه الشعبيه وعلى الجبهه الديمقراطيه في الاردن تحديدا ان هم ما يحرضوش ضد النظام الاردني في انتفاضه 89، انه اوعوا تطلعوا بيانات ضد النظام الاردني او تربط ما بين النظام الاردني وما بين الصهيونيه. ده كان يعني دور عرفات اللي خرج من الانتفاضه اللي طبعا قامت لحد كبير، وعلى حسب يعني كلام السيدات يعني من فلسطين انه عشان يقدروا يكملوا الانتفاضه كانوا ستات فلسطين زي المصريين كده بيحتفظوا بذهب وحاجات زي كده، فلان العمال الفلسطينيين كانوا معتمدين اصلا في اكل عيشهم على العمل في الداخل في المصانع الصهيونيه، فكان عشان الانتفاضه تقدر تستمر باعوا الذهب بتاعهم عشان يقدروا يعيشوا ويكملوا الانتفاضه الفلسطينيه. بس طبعا مع خيانه السلطه الفلسطينيه والانظمه العربيه الانتفاضه ما قدرتش تكمل، لكن خرجت لمسار التفاوضي الاستسلامي اللي بدأه عرفات مع اوسلو. عرفات راح اوسلو وخد حاجتين مهمين جدا، خد السلطه الفلسطينيه، اعتراف بالسلطه الفلسطينيه، والدعم المادي العربي والدولي فيما يتعلق بانشاء الجهاز ده، لانه كانت راس المال الفلسطيني والبرجوازات الفلسطينيه بدات تبقى تحس في حاجه الى جهاز دوله يبقى هو الجهاز اللي بيدافع عن راس المال ده، لان راس المال الفلسطيني الوحيد كده اللي ابن البطه السوداء في المنطقه العربيه ملوش دوله. يعني هو صحيح في الكويت وصحيح في في في, في الخليج، بس في الاخر ما عندوش كيان سياسي، تعبير سياسي، جهاز دوله يدافع عنه في مواجهه اي مشاكل ممكن تحصل في التنافس مع الرسميات الاخرى. فكان في احتياج الاحتياج لجهاز دوله يرعى بقى المصالح بتاعه راس المال الفلسطيني دي، ونفضها سيره من قصه اللي هي الانتفاضه والمقاومه. اسست السلطه الفلسطينيه على الضفه والقطاع تقريبا 10% من الضفه هي مسيطر عليها السلطه، يعني حاجه زي كده، بس حد يعني صغيره جدا يعني، والباقي بيسيطر عليه اسرائيل. و عرفت بقى عمل سلطه فيها ما شاء الله اجهزه امنيه اكثر من الموجوده في مصر، جهاز الاستخبارات العسكريه في دوله ما فيهاش جيش، وجهاز الامن الوقائي والقوه 17، وبمعدل 40,000 جندي عسكري، يساوي يعني ايه لكل 50 مواطن فلسطيني عسكري من السلطه حراسه. وكان دورها الاساسي اعتقال وتعذيب وقتل كل حد فكر في المقاومه من الضفه الغربيه، ووقتها وقت سيطرتهم على قطاع غزه كان ده برضو بيسري على قطاع غزه، وبدا حمله لتصفيه المقاومه والدخول في نفق اوسلو مدريد كامب ديفيد. يعني خلينا نقول انه مالها يعني اول 5 سنين في السلطه الفلسطينيه كان عنده 500 معتقل من المقاومين في الضفه الغربيه، وكان عنده محكمة أمن دولة عليا، يعني في محكمة أمن دولة ومفيش دولة. و مش بس كمان كانت سلطة قمعية وبتوقف المقاومة وبتعادي المقاومة، كمان كانت سلطة فاسدة، يعني نصهم حرامية. ياسر عرفات يعني عنده حساب خاص في إسرائيل تحت مسمى صندوق تاني، اللي هي الأموال اللي بتجمعها إسرائيل بتاعة الغاز وبتاعة الضرايب ومش عارف إيه بسبب سيطرتها على الضفة، كانت بتتحط في اموال
باسم عرفات، اسم شخصي لعرفات في اسرائيل. و في حي اسمه حي الرمال في غزه وقت السيطره الكامله يعني للسلطه على في قصور وفيلات وشاليهات، وكان بيروحوا طبعا ابو مازن وبيروح ابو زينة ونبيل شعث كل رجال السلطه يعني كانوا بيروحوا هناك كده في غزه يستجموا. وكان الشعب الفلسطيني مسحوق في غزه وفي الضفه من الفقر الشديد جدا، وكانت المعونات اللي تيجي من الغرب او من الدول العربيه والخليج تحديدا كانت بتروح في فساد للسلطه الفلسطينيه. فالسلطه بالاساس هي مشروع معادي للمقاومه. اي مشروع تحرري في فلسطين اول حاجه لازم يعملها هو يولع في منظمه التحرير الفلسطينيه والسلطه الفلسطينيه. يعني سلطه بهذا الفساد وهذا القمع وهذا العداء وهذه الاخطاء التاريخيه اللي عملتها في حق الشعب الفلسطيني هي ألف ب. الموقف من الصهيونية هو يساوي الموقف من أبو مازن بشكل متساوي تماما. جرائم الأعمال أبو مازن ووجوده وعدائه للشعب الفلسطيني لا يقل عن عداء الشعب الفلسطيني للصهيونية وللاحتلال الصهيوني. النقطة الأساسية يعني في كذا ثورة وانتفاضة فلسطينية حصلت، وتحديدا كانت ثورة سنة 36 هي كانت ثورة قوية للغاية لكنها ما قدرتش تحقق هدفها، ولا انتفاضة 87 قدرت تخرج إلى مسار ثوري في المنطقة العربية لأنه كان في غياب للبديل الثوري سواء في المنطقة العربية أو في الداخل الأراضي الفلسطينية. وداخل الفلسطيني متبني شعار عدم التدخل، والمنطقه العربيه ما كانش فيها احزاب ثوريه تتبع يعني لا في الجزائر في 88 ولا في الاردن 89 ولا في مصر طبعا وقت التضامن مع الانتفاضه في بدايه الثمانينات او نهايه الثمانينات. في الحقيقه انه في الاطار ده يعني كانت الفتح رفع شعار عدم التدخل، كانت الجبهه الشعبيه والجبهه الديمقراطيه رافعين شعار التدخل في شؤون الانظمه العربيه وتحريض الشعوب العربيه على الانتفاض ضد الانظمه العربيه باعتبار انه هم الظهير الشعبي للثوره الفلسطينيه. ودعوا لربط النضالات الاجتماعيه العماليه في الدول العربية بالنضال ضد الصهيونية ومقاومة الصهيونية في الأرض المتاحة. لكن الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية كانوا متأثرين إلى حد كبير جدا بالأفكار القومية والأفكار الاستالينية في هذا الوقت. يعني كانت الجبهة الشعبية بتقسم الأنظمة العربية إلى فريقين، أنظمة رجعية عميلة وأنظمة وطنية مقاومة. ده كان يخلي الجبهة يعني بتشوف انه التأييد او دعم النظام الناصري او البعثي او اي نظام عربي ليها ده دعم من نظام وطني في مواجهة الصهيونية. ودي كانت خطأ اساسي وتاريخي لانه لا النظام البعثي كان نظام وطني ولا ان ده الطريق اصلا لتحرير فلسطين الاعتماد على الانظمة والطبقات الحاكمة العربية اللي مصالحها ومصالح الخليج مرتبطة بالإمبريالية الأمريكية وبعضها مرتبط بالصهيونية بشكل مباشر، وإنه الطريق أو الخيار بتاع الارتباط المباشر بالثورات العربية أو بالشعوب العربية ده كان غير مطروح وقتها بشكل مباشر. وكان تبني أفكار الاستالينية متعلقة به احتياجنا لثورة وطنية ديمقراطية في المنطقة العربية وفي فلسطين، ثم الحديث عن ثورة اشتراكية، بمعنى انه لن تتبنى لا الجبهة الديمقراطية ولا الجبهة الشعبية فكرة الثورة الاجتماعية الشاملة لتطيح بالأنظمة الرأسمالية والطبقات الحاكمة العربية كطريق لتحرير فلسطين من الاحتلال السوري. طبعا الجبهة الديمقراطية تبنت موقف أكثر يمينية بعد كده من الجبهة الشعبية وبدأت تقدم تنازلات
متعلقه بقبول الشراكه وان الشعب الفلسطيني شعب واحد وهكذا بشكل كبير. النقطه اللي انا كنت نسيت اقولها بس في النص كان لازم اقولها من بدري هي دور العمال او اليسار الصهيوني. اليسار الصهيوني والعمال الصهاينه لعبوا دور اساسيه ومباشره في مواجهه الانتفاضه الفلسطينيه وفي مواجهه الثوره الفلسطينيه. يعني في الوقت الاضراب العام اللي كانوا بيعملوا الفلسطينيين كان الايست درود اللي هو تنظيم بتاع العمال اليهود بيدعو العمال وبيشجع العمال على العمل ساعات اضافيه لتعويض النقص اللي بيسببه اضراب. لم يرى العمال اليهود اللي هم عمال صهاينه في اي وقت من الاوقات ان تحررهم من الاستغلال هو مرتبط بالعمال الفلسطينيين باي شكل من الاشياء. انه بالعكس كانت طول الوقت بيشوفوا مصلحتهم مع النظام الصهيوني مع الصهيونيه بالاساس. فاي كلام بيتقال او بيطرح حوالين اليسار الصهيوني او اليسار الاسرائيلي او الحركه في اسرائيل ده لا يمكن احنا كشعبين سريين نعول عليه ابدا. دور مجتمع متشبع عن اخره بير صهيونيه. بالعكس المصالح حتى الماديه بتاعه العامل اليهودي مرتبطه بالصهيونيه انه حمايته وحمايه مصالحه مرتبطه بشكل او باخر بالامبرياليه وبدعم الامبرياليه وبالحروب اللي بتعملها اسرائيل على الشعب الفلسطيني وحتى التشريد اللي ممكن تعمله الدوله الصهيونيه للعمال الفلسطينيين. فدول بالنسبه لنا مش هيفرقوا كتير عن وبالمناسبه معظمه كله شعب مجند في الجيش وكذا هو يعني غالبا مش واحد ما قتلش يعني حد من الفلسطينيين. طيب احنا شايفين انه تحرير المنطقه دي من العدو الصهيوني ومن الامبريال الامريكي مش هيتم الا بتحرير كل المنطقه العربيه من الطبقات الحاكمه باطاحه بالطبقات الحاكمه العربيه في مصر وفي كل الدول العربيه لانه في ارتباط مباشر ما بين المصالح الراسماليه كل الراسماليات العربيه ودول الخليج بالامبريال الامريكيه وبين الصهيونيه. ولا يمكن باي شكل من الاشكال ان الناس دي تتبنى اي مشروع مقاوم في مواجهه المصالح الامريكيه او في مواجهه الصهيونيه. فبالتالي الاطاحه بهذه الانظمه هو الطريق الوحيد لتحرير الارض المحتله. عشان ده يحصل لابد انه حتى الفصائل المقاومه في الارض المحتله تبقى متبنيه هذه وجهه النظر. انه الثوره الفلسطينيه هي جزء من الثوره العربيه. وان تحرير فلسطين زي ما هو في جزء منه مقاومه الاحتلال بالسلاح هو جزء منه انه الاطاحه بملك الاردن والاطاحه بمرسي وحماته يعني من النظام العسكري وبقيه الانظمه العربيه هو السبيل الوحيد لتحرير الارض. مش الاعتماد على البعث ولا الناصر جمال عبد الناصر ولا الاعتماد على الاتحاد السوفيتي. ودي نقطة اسف نسيت اقولها اغفلتها. هو اللي ممكن يحرر الارض لان الاتحاد السوفيتي طبعا تحت الرايه الاستالينيه سنه 45 لا سنه 45 في المؤتمر النقابي العالمي او الدولي اعترف بالوفود الصهيونيه وبعت وزير خارجيته لتل ابيب او للقدس حتى و الدوله اعترفت شاف انه دي اكتر دوله ديمقراطيه في المنطقه وانه العرب متخلفين وكذا كان على لسان وزير الخارجيه السوفيتي وقتها. واول دوله اعترفت بالكيان الصهيوني كان الاتحاد السوفيتي. ولما الاتحاد السوفيتي خد هذا الاتجاه كل الاحزاب الشيوعيه العربيه ايدت قرار التقسيم وايدت واعترفت بدوله اسرائيل على بسبب يعني سيطره الحزب الشيوعي السوفيتي عليها وعلى افكارها وتبنيها الافكار الاستالينيه في كل حاجه تقريبا بما فيها الكارثه بتاعت فلسطين. النقطه الاخيره اللي انا كنت بتكلم عنها بتاعت علاقه بقى الثورات العربيه بالشعب السوفيتي. يجب علينا بقى واحنا بنفكر كاشتراكيين سوريين فعلا انه يتخلق هذا البديل. احنا قلنا ان في مشكله حصلت مع انتفاضه 87 مفيش احزاب ثوريه ومفيش احزاب ثوريه بالفعل قويه لا في فلسطين ولا في المنطقه العربيه. احنا باعتبارنا امميين
واول ما نبقى مؤمنين على الاقل يبقى في منطقتنا العربيه اللي هي مشتعله بالفعل، ان لازم يبقى فيه تيار اشتراكي ثوري في قلب الارض المحتله في الضفه وفي القطاع، ودي حاجه اساسيه بالنسبه لنا. الكتاب بتاع الاشتراكيه الثوريه ده اللي هو وصل الضفه الغربيه الحمد لله، لازم نفكر مع بعض انه ازاي يتشكل من الان تيار اشتراكي ثوري يتبنى وجهه نظرنا فيما يتعلق بتحرير الارض المحتله، تحرير فلسطين وفقا للرؤيه الاشتراكيه الثوريه بتاعت انه القضاء على الطبقه الحاكمه العربيه بما فيها الطبقه الحاكمه الفلسطينيه وعلى راسها منظمه التحرير والسلطه الفلسطينيه هو السبيل لانهاء الوجود الصهيوني على كل ارض فلسطين من النهر الى البحر.